يعني عملية وجود ساحات الاعتصام مع وجود هذا التحالف أعتقد لا يتقاربون تماما. يجب أن يعني نفرق بين ساحات الاعتصام التي كانت تمثل ثورة الشعب العراقي بكل أطيافه، كانت تمثل ثورة تطالب بكرامة، تطالب بحقوق ليست لها علاقة بالسياسيين التي رأيناهم في هذا التحالف الجديد. نعم، هذا التحالف الجديد رواده جميعهم كانوا مسؤولين سابقين في الدولة، ونحن حقيقة ليست بصدد يعني تقليب المواجع، وليست بصدد الاشترار من جديد، وليست بصدد تجربة المجرب. هؤلاء كان لهم يعني مناصب عليا في الدولة وتم تجربتهم حقيقة، ولن يتمكنوا من إخراج الأنبار من مأزقها، ولن يتمكنوا من بناء أي شيء، ولن يتمكنوا من المحافظة على المؤسسات الأمنية ولا على مكافحة الفساد، ولن يتمكنوا من المحافظة على أي شيء. بالحقيقة محافظة الأنبار ليست يعني بحاجة إلى تحالفات جديدة طائفية من هذا النوع. محافظة الأنبار اليوم بأمس الحاجة إلى تضميد جراحها. محافظة الأنبار بأمس الحاجة إلى من يعينها على ما فقدته في السنين الماضية من انتهاكات ومن فساد ومن حروب ومن دمار ومن يعني انتهاكات على مختلف الأصعدة.